مرحبا. قبل كم يوم طلعت نتائج انتخابات الحكومة الكندية. النتيجة كانت متوقعة. انتصر الحزب الليبرالي الحاكم بقيادة جاستن ترودو. الحزب الليبرالي كان مراهن انه بسبب انه وزع مبالغ كبيرة جدا على الشعب الكندي خلال فترة الكوفيد الفترة الماضية، اتوقعوا انه راح يحصلون اصوات اكثر، بالنتيجة مقاعد اكثر في البرلمان. لكن الشعب الكندي صوت بنسب مقاربة جدا لنسب الأصوات اللي صوتوا فيها في الانتخابات السابقة، فجاءت النتيجة مطابقة جدا للنتيجة السابقة. بقاء الحزب الليبرالي الحاكم والحكومة الحالية يعني بقاء الحال على ما هو عليه بما يتعلق بالاقتصاد والعقارات وكل هذه الأشياء. سياسة الحكومة الكندية أو الحزب الليبرالي الحاكم هي سياسة اقتراض. هذا يعني أنه من مصلحة الحكومة إبقاء سعر الفائدة منخفض، وأكبر المقترضين حاليا هي الحكومة نفسها. خلال الفترة الماضية قامت الحكومة الكندية بطباعة مبالغ هائلة ووزعتها على الناس. بالإضافة لذلك، فقط لعملية إعادة الانتخابات هذه صرفت الحكومة الكندية 600 مليون دولار راح نكون إحنا مطالبين أن ندفعها بالمستقبل. بالإضافة لكل مبالغ اللي وزعوها على الناس راح نكون مطالبين دفعها مع الفوائد للحكومة في المستقبل حتى نسد هذا الدين. أصدقائي، مع وجود هذه الكمية الهائلة من الكاش في الاقتصاد راح نبدأ نحتاج مبالغ أكثر لشراء نفس الأشياء، وهو هذا تعريفه بكل بساطة التضخم. هذا التضخم بالتأكيد راح يؤدي إلى أنه كل شيء يرتفع سعره، وهذا الشيء بدينا نلاحظه خلال الفترة البسيطة الماضية. كمية كاش كبيرة في الاقتصاد مع انخفاض في سعر الفائدة مع انخفاض قيمة الدولار الكندي، كل هذه عوامل المجتمع. بالنسبة للعقارات، شنو توقعاتكم؟ هل تشوفون العقارات راح يصير بها انخفاض في السعر أم ارتفاع في سعرها؟